كيفاش نعرف الطريق اللي غادي ناخد، المهنة اللي غادي ندير، التخصص اللي غادي يجي معايا، كيفاش نعرف رسالتي في الحياة. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكوتش. اليوم غادي نجاوب على أكثر سؤال تطرح عليا فيسبوك اي في انستغرام. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم 10 ديال الخطوات باش تجاوبوا بطريقة عملية على هذا السؤال هذا، وتعرفوا الطريق اللي غادي تجي معكم باش تشوفوا شنو هي الحاجة اللي فيها غادي تصلحوا وتقدر تكون عندكم بلاصة في المجتمع. هي في الصراحة ماشي خطوات، هي مجموعة من الأسئلة اللي غادي نطلب منكم تبدوا ورقة وستيلو تكتبوها وتجاوبوا عليها اتيتروبوزي. ونبداو على بركة الله بالسؤال الأول، واللي هو شنو كان تيعجبك في الطفولة ديالك؟ شنو كنتي كدير بزاف؟ شنو الحاجة اللي كنتي معروف بها؟ وشنا هما أحلام الطفولة اللي كانوا عندك؟ وإذا ما عقلتيش تقدر تسول والديك والناس اللي عاشوا معاك الطفولة ديالك. سؤال ثاني، شنو هما المواهب اللي كانوا عندك في فترة ديال المراهقة والشباب؟ الأشياء اللي كنتي كديرها باش تفرض الوجود ديالك في ذاك المجتمع الصغير اللي يقدر يكون المؤسسة أو للحي أو للدار. ثالثا، شنو هما المواد اللي من الابتدائي الاعدادي الثانوي اي بيتيت حتى للسوبيريور عندك معاهم وكتلقى ان فاسيليتي انك تحفظهم توجدهم وتجاوب عليهم في الامتحانات؟ وبالنسبه ليا انايا راكم عارفينها ديجا، التربيه البدنيه، داكشي علاش بديت لا كارير ديالي كاستاذ ديال التربيه البدنيه. رابعا، شنو هما لي دومين اللي تيعجبوك، لي دومين اللي كتشوف الناس اللي خدامين فيهم وكتقول واو ما كرهتش نديرهم، كسوا انت قادر عليهم او لا ما قادرش عليهم، كسوا التخصص اللي كتقرا غيديك ليهم ولا ما غاديش يديك ليهم. دونك افتح العقل ديالك على الافاق كامله وجبد لي اكثر ثلاثه ديال لي دومين كيعجبوك. وعارف ان بزاف الناس من المتتبعين ديالي غادي يقولوا حنا تيعجبنا هادشي اللي كدير، غير هو سول راسك علاش، واش عاجبك في ان دومين الخدمه ديالو، الشهره ديالو، الفلوس اللي فيه، البريستيج اللي فيه؟ لان مهم جدا نعرفوا شنو هي الحاجه اللي خلات واحد الدومين يعجبنا. خامسا، شنو ما اكثر ثلاثه ديال الحاجات ما تقدرش تعيش بلا بهم، مهمين بزاف بالنسبه ليك، يقدروا يكونوا دي فالور، يقدروا يكونوا افكار، يقدروا يكونوا اشخاص، يقدروا يكونوا اهداف. وعارف بزاف غيقولوا لي الوالدين، الصحه وداكشي، ولكن كروزي مزيان، كروزي مزيان، غادي تلقى شي حويجات بعض المرات اللي انت بالنسبه لك اهم من حوايج اخرين، وهذا ما تنفيش ان هذوك الحوايج الاخرين ماشي مهمين. سادسا، شنو هما اكثر ثلاثه ديال الافلام عجبوك، اكثر ثلاثه ديال لي فيديو اللي شفتو في يوتيوب واثروا فيك، اكثر ثلاثه ديال الكتب اللي قريتيهم اولا مقالات قريتيهم وعجبوك بزاف، اكثر ثلاثه ديال الشخصيات اثروا فيك في الحياه ديالك؟ وسول راسك شنو هو القاسم المشترك بين هاد الافلام، الكتب، المقالات، الفيديوهات والاشخاص. سابعا، وهذا السؤال تيعجبني بزاف، شنو هو اكبر انجاز، احسن انجاز درتيه في الحياه ديالك، الحاجه اللي درتيها وكنتي انت هو البطل ديالها وفخور انك درتيها، ولو انها تكون صغيره في عين الناس ولكن بالنسبه لك انت هي حاجه اللي مهمه وكبيره وكبيره بزاف وتتفتخر بها. ثامنا، في التجارب المهنيه ديالك وحتى في التجارب الشخصيه، شنو هما اكثر ثلاثه ديال لي كومبيتونس كتميتريزي، الحاجه اللي كتقنها ماشي الحاجه اللي كتعرفها، فرق ما بين كونيسونس اي كومبيتونس. تاسعا، الا تعطاتك جميع الضمانات ان اي مشروع درتيه غادي ينجح 100%، شنو هو المشروع اللي غادي تبداه؟ شنو هو اول مشروع غادي يطيح لك في البال؟ اولا، الى ربحتي مليار سنتيم في واحد المسابقه، شنو هي الخدمه اللي غادي دير في البقيه ديال الحياه ديالك؟ بيان سور من بعد ما تحقق كاع دوك لي فونتازم والاهداف والاحلام اللي بغيتي دير وخاصك ليهم غير الفلوس، شنو غترجع دير؟ بيان سور ما تنهضرش على الناس اللي غادي يقولوا ليا غادي نبقاو عاطينا غير الناس، ناموا ما فاز الا النوام. عاشرا واخيرا، وهذه قاصحه شويه، الا قال لك الطبيب ان باقي لك عام وغادي تموت، شنو هي الحاجه اللي غادي دير او الاشياء اللي غادي دير ولا كيفاش غادي تعيش اخر عام في حياتك؟ دابا السؤال اللي غتسولوني هو شنو غادي نديرو بالاجوبه على هاد الاسئله كاملين؟ غادي تجمع هاد الاجوبه كاملين وغادي ديرهم في واحد الخلاط وتخلط كل شيء وتشوف شنو هما الافكار اللي كيتعاودوا بزاف، شنو هما الاحلام اللي كيتعاودوا بزاف، شنو هما الاهداف اللي كيتعاودوا بزاف، شنو هما لي كومبيتونس اللي كيتعاودوا بزاف. وانا متاكد وانت كدير هاد الخدمه هادي وكتجاوب على هاد الاسئله وفاش غتعاود تقرا الاجوبه وتخلطهم مزيان غادي تبان لك الطريق. وحتى الا ما بانش لك الطريق واضحه بزاف، سا
سي با غراف، لان رسالتنا في الحياه ماشي بالضروره تزادينا بها وهزينها وخصنا نكتشفوها. بعض المرات رسالتنا في الحياه تزادينا باش نصنعوها باش نكتشفوها وباش نعيشوها. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم، الى عجبتكم بارطاجيوها مع اصحابكم، تابوناو في لاشين يوتيوب الا كنتو في لاشين يوتيوب، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله 2019. السلام عليكم.